صباح الخير لكل مشاهدي، احلى صباح اللي انضموا لنا هلا بمطلع هالاسبوع بحلقه جديده لنقضي سوا صبحيه حلوه، على امل تكونوا ارتحتوا بهالفرصه بعطله نهايه الاسبوع ونكون هيك استرجعنا شوي من نشاطنا بخلال فتره الاعياد لنقلع سوا بالسنه الجديده. نطرنا كثير بهيدي السنه، دائما التحديات كبيره امام الانسان والتحديات دائما مضاعفه بلبنان، مشان هيك نحن بحاجه نكون دائما مهيئين عم نتحمس لنكون عم نواجه كل هالتحديات وعم نتخطى كل العوائق بلبنان لنقدر نستمر فعليا بهيدا البلد رغم كل الظروف الصعبه. على امل هالسنه وهالاسبوع وكل هالايام اللي جايه تكون عم تحمل معها اشياء حلوه لكم مشاهدينا ولكل الاشخاص اللي بتحبون. هيدا الشهر هو شهر يعتبر فعليا شهر طويل عند كتار من الناس، يمكن الافضل بهيدا الشهر نكون عم نكب على العمل، نحط مشاريع وخطط لقدام لنكون فعليا عم نقدر نحقق كل اللي حطيناه اهداف لهيدا العام وكل الايام اللي جايه. بهالصبحيه رح يكون معنا مجموعه من الضيوف، مجموعه من المواضيع الحلوه مثل كل نهار باحلى صباح، وبتشارك هالصبحيه تقديمها مع زميلي جوزيف ابراهيم. صباح الخير جوزيف. بونجور بشاره وبونجور لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا. بتعرف بنقول دائما نهار جديد، جمعه جديده، صح، وصبحيه جديده، انطلاقه جديده، وهلا اوفيشلي الهوليداي سيزون خلص، حتى الزينه جانا على المدارس، شلنا الزينه، فلازم نبلش نرجع نفوت بالسنه شوي شوي. ولكن بتعرف يعني دائما بنرجع نحن نهار التنين نطلع شو صار بالويك اندز، يمكن نرجع على شغلنا، بنحكي مع رفقاتنا بالشغل مع زملائنا، بنرجع بنعمل ابديت كمان. فما فينا ما نضوي كمان على وفاه وديع اللي هو ابن الفنان جورج وصوف كمان، اللي كان بالويك اند اكيد شفنا كل الصور، شفنا كل الفيديوهات، وكان شيء كثير محزن وكثير مؤلم. وهون بتنسى اذا الشخص مشهور او معروف، ولكن بتحس معه بشق انساني وبشق عاطفي. فاكيد بنوجه كل التعازى لكل عائله المرحوم وكمان لجورج وصوف الفنان الكبير ولكل الاشخاص اللي كانوا كمان حده، يعني بنعرف قد ايه هيك الظروف بتكون صعبه. اكيد يعني ما حدا بيستحق يعيش هيك كاس مر او هيك تجربه، فمثل ما قلت بدنا نقدم تعازي حارة لكل عائلة سلطان الطرب جورج وصوف. يعني فعلا الصور كانت جدا محزنة ومؤثرة امبارح بالمقتم. صار في كمان كثير حكي على السوشيال ميديا، كنت عم بقرا بعض الصحفيه، دائما لما نكون في تعازي او دفن لحدا يعني معروف او من الوسط الفني، الكاميرات بتركض تصور وبياخذوا مقابلات وبحبوا يصوروا مين اجا ومين راح، وبنطلع لايف من العزا. في كثير اشخاص عم بيتصدوا لهيدي الظاهره وبفضلوا يعني يحافظوا على حرمه الموت والميت. ما نكون يمكن عم نتخطى باعلامنا خصوصيه الاشخاص قد ما يكونوا الاشخاص بحبوا، يمكن هن اشخاص معروفين بحبوا الاضواء. انما وديع وصوف هو ما كان شخص يمكن بحد ذاته مشهور، هو راغب يكون بالاضواء، كان في شوي كمان من الاعلام اوقات هيك نوع من تخطي الحدود، تخطي للحدود يعني لنحطها بطريقه لطيفه بطريقة اوقات حلو حسب. كمان نترك العائله تقدر هيك تلملم جراحها لحالها وتعمل دوي تبعها او تقدر تواسي حالها لحالها بعيدا عن الاضواء، لانه هيدي الظروف فعلا ما حدا بينحسد عليها. وصعب نكون يعني عم نستعمل وفاه شخص لنكون عم نعمل سبق صحفي، مع انه بعرف انه الاشخاص كتار بحبوا يمكن يعرفوا نكون عم ننقل الصوره يشوفوا شو عم بيصير بالعزاء بالدفن، انما بيبقى في حرمه للموت وحرمه للميت. بعتقد هون بشارة بتلعب مسؤولية الإعلام بالنهاية، وقد كمان الإعلام عم بيكون عم بينقل الصورة بطريقة مناسبة. يعني أكيد يعني بالنهاية عزا نحن عم نحكي وحزن، ما رح نكون عم ناخد سكوب أو بدنا نحن نعمل كليك بيت على الإنترنت، بدنا نكون شوي واقعية. أوكي العالم بدها تعرف شو عم بيصير وبدها تكون حزينة كمان مع الفنانين اللي بتحبهم، ولكن ما بدنا نتخطى مثل ما قلت الخصوصية تبعهم. هلا رح ننقل شوي على شيء إيجابي لأنه بنعرف كمان فني. الأمانة العامة لمجلس الوحدة الإعلامية العربية أعلنوا السيدة ماجدة الرومي سفيرا للفنانين الشباب العرب كلهم لل 2023. وكلنا بنعرف يعني السيده ماجده الرومي كانت معروفه بالمبادرات الانسانيه اللي بتعملها، صحيح، والمساعدات كمان اللي عم بتقوم فيها لكل الاشخاص وبالتحديد بلبنان. يعني اعلان مستحق عن جداره فينا نقول. اكيد. ومن 2012 بنعرف الست ماجده الرومي وقت نزلت البوم غزل قامت بالتبرع ببعض الارباح تبعه كرمال كمان المساعدات للجامعه الامريكيه للاشخاص اللي عندهم منح، وكثير كانت عم بتساعد من وقتها، وشفنا كمان بال طرقات عم بتساعد، يعني عم بتكون مغطيه على كل شيء، فاكيد تستحق هيدا اللقب.
وكثير غيرها قبلها كمان اخذوا هذا اللقب خلال السنين اللي قطعت، فاكيد رح تكون هي حلو الفنان انه قد ما كبر قد ما كبر شأنه قد ما كبر كمان بالعمر وبفنه يكون بعده قريب من الشباب. وفعليا مين ما بيعرف ماجد الرومي، يعني بعتقد كل الاجيال مواكبه ماجد الرومي ودائما هي متجدده وروحها شبابيه، والاهم انها متعلقه بوطنها مثل اكثر من كثير فنانين لبنانيين، وهيدا فعليا اللي بيميزها وهي اللي غنت يعني لبيروت وللبنان. وبعدها يعني بتحسها لما يصير شيء للبنان ماجد الرومي بتكون دائما موجوده وبتكون فعليا زعلانه من قلبها كانه صابها شيء لها. من الاشخاص اللي عن جد بتحس مع مشاعرهم لبلدهم وللبنانيه بالتحديد صادقه وقريبك لكل الاشخاص، يعني وين ما بتشوفها بتحس حالك قريب منها. على كل حال مبروك عن جديد، يعني كمان هذا شيء كثير مهم لكل اللبنانيه وللبنان بشكل عام واكيد للسيده ماجد الرومي. على سيره الانجازات والمبروك، يعني اليوم كمان بدنا نضوي على انجاز جديد بالشق الاعلامي لجريده او صحيفه لوريون لوجور بي سي. الحلقه رح يكون ضيفنا المدير التنفيذي للصحيفه فؤاد الخوري، حلو لنحكي عن الوسام الكبيره للفرنكوفونيه اللي اعطته او منحته الاكاديميه الفرنسيه لصحيفه لوريون لوجور، واكيد صار في كمان تكريم بفرنسا وتكريم بوزاره الاعلام بلبنان. وبسي الحلقه اكيد رح نكون عم نضوي على هذا الانجاز وناخذ تفاصيل اكثر عنه. خيش وحلو. كمان رح نكون بمقابلة مع محمد علوش رئيس ملتقى ألوان ومحترف الألوان اللي رح يخبرنا عن ورشة فنية عم بيقوموا فيها للأطفال. المعالجة النفسية نورما الحلو بيطار كمان معنا اليوم بأحلى صباح لنحكي عن موضوع بعتقد مهم كتار من الناس وهو الشخصية النرجسية. شو الأسباب اللي بتأدي ليكون شخص عنده نرجسية معينة وشو الأضرار اللي معقول يسببها على حاله وعلى المجتمع القريب حوله؟ وبعتقد النقطة الأهم كيف فينا نعرف الشخص النرجسي بوجهنا كمان بدنا نتعامل معه. قلنا معقول نكون ما حدا بيعرف. وكمان رح نكون بفقرات ثابتة مثل إن بلاي مع محمد كركي، وكمان واشتقنا مع إليم كرزي. نعم أكيد صديقنا إليم كرزي اللي بفكرت واشتقنا كل نهار تنين عم بيكون عم بيقابل شخصية من الوسط الفني أو الإعلامي، شخصية تركت بصمة عبر السنين بمسيرتها، أنها يمكن غابت شوية عن الشاشة وعن الأضواء إنما ما غابت أبدا عن قلوب الناس. واليوم راح يكون ضيف الفنان إليم كرزل، ضيف الإعلامي إليم كرزل الفنان أندري جدع اللي كلنا ناطرين أنه نعرف أخباره. حلو هيك كمان نرجع شوي نطمن على الفنانين صح. اللي بنعرفهم او الاشخاص الممثلين او حيلا نوع من الاشخاص اللي كانوا كمان على فتره طويله عم نشوفهم على شاشتنا، يمكن اختفوا لفتره صار معهم ظروف، هيك بنطمن كمان عليهم. واكيد الي يعني معنا دائما رح يكون كل نهار تنين عم بيعملنا كمان هيدي لانه فعليا واشتقنا. لناخذ فكره قبل ما نقلع بحلقتنا عن احوال الطقس مشاهدينا رح ننتقل سوا على مصلحه الارصاد الجويه بمطار رفيق الحريري الدولي، بينضم معنا السيد علي بلبين. صباح الخير علي. اهلا مرة. صباح النور. اهلا وسهلا فيك. أهلا باحلى فيك. صباح، يا ريت تعطينا فكره عن احوال الطقس كيف راح تكون هذا الاسبوع. بالنسبه لليوم الحاله العامه الطقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط نتيجه المنخفض الجوي المتمركز حاليا فوق مصر، مما يؤدي الى امطار خفيفه لليوم ومن ثم يستقر الطقس حتى صباح الخميس تقريبا. الطقس المتوقع في لبنان اليوم الاثنين غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية مع درجات حرارة صباحية متدنية، كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات وهناك احتمال لتساقط أمطار خفيفة متفرقة بدءا من بعد الظهر في المناطق الشمالية والداخلية مترافقة برياح ناشطة. أما غدا الثلاثاء غائم جزئيا إلى غائم صباحا مع انخفاض بسيط بدرجة الحرارة واحتمال تساقط بعض الأمطار فوق مع تشكل ضباب على المرتفعات ثم يتحول خلال النهار إلى قليل الغيوم. الأربعاء قليل الغيوم خلال النهار وارتفاع بسيط بدرجة الحرارة يتحول مساء إلى غائم بسحب مرتفعة. الخميس غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة صباحا دون تعديل جزئي لدرجات الحرارة والتي تبدأ بالانخفاض بعد الظهر حيث تتكاثف الغيوم وتصبح الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة المسائية. درجات الحرارة المتوقعة للإثنين على الساحل بين 13 و18، الثلاثاء بين 11 و18، على الجبال بين 5 اليوم بين 5 و 11، غدا بين 4 و 12، في الداخل الاثنين بين 3 و 12 والثلاثاء بين 4 و 12.
الرياح السطحية متقلبة ضعيفة ليلا، شمالية غربية نهارا، سرعتها بين 10 و 35 كيلومتر بالساعة. الرؤية جيدة على الساحل تسوء على المرتفعات بسبب الضباب. الرطوبة النسبية على الساحل بين 45 و 65%. حال البحر منخفض الموج وحرارة سطح الماء 20 درجة. الضغط الجوي 1020 هكتو باسكال، أي ما يعادل 765 مليمتر زئبق. شكرا. شكرا لك علي على كل هالتفاصيل وهالنشرة المفصلة. أكيد نحن بيكون لنا وقفات مع كل الزملاء بمصلحة الأرصاد الجوية خلال الأسبوع لناخذ فكرة أوضح عن الطقس كيف رح يكون عم بيتغير. أكيد يعني فتنا هلا بموسم الشتاء، رح ننتظر أمطار تدني بدرجات الحرارة، بس كان كمان عطلة الأسبوع مش كتير يعني كانت مخوترة شيء. ايه تصحى رجع تشتت رجع رعد، فايه اكيد بدنا نضل على اطلاع مع كل شو ما كفت. نحن مستمرين رح نقلع سوا بهالصبحيه بكل نشاط مع الفقره الرياضيه الصباحيه والكوتش جولي رمال، منتابع سوا. مرحبا، معكم جولي رمال. يوم نحن بدنا ركز شوي على عيوني بالدحر. ليش؟ اول شيء بس بتكون شوي اكبر بالقمر، يعني الدحر بتكون كتير ستيف، سو نحن بدنا ركز على سبيشال اكسرسايز، الحركات سبيشال فور اوبننج يور ماسلز تو فيل جريت. سو اول شيء خلينا نعمل شوي وورم اب. وي غانا تيرن تو ذا رايت مع بلس وببرم هون. اوكي اروى، ليتس بيجن. 10 مرات، 2 ونرجع هون، 3 ونرجع. وكل مرة عم تعمل هيدا حركات لازم تشد العضلات أكثر اليمين، يعني شد اليمين ونرجع. يلا 6 7 8، يلا 9. والأشرة نحن عندك 10 بلسز هون، خليها هون. 3 4 5 6 7 8 9. والأشرة we're gonna take your right hand، إيد يمين directly ورا الظهر، إيد شمال هون على الورك، وببرم بعد مرة 10 مرات. 3 4 5 6 7 8 9. والأشرة بتعمل زيت حركات على الشمال، 2 pulses. يلا let's go. 1 2، نرجع هون. 2 2. هيدا حركات كتير منيح لناس عندك كتير stiffness على الظهر. يلا let's go. 4 5 6 7، يعني 8 9. والأشرة خليها لورا 10 pulses. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. إيد شمال بتكون ورا الظهر هون، إيد يمين بتكون على الورك، ببرم بعد مرة 10 مرات. 2 3 4 5 6 7 8 9. والأشرة نحن خلصت شوي الوارم أب وفتين شوي العضلات هون. هلا شو مشكلة كمان؟ الظهر بتكون كتير ستيف لقدام ولا ورا، خليني أشتغل على هيدا حركات. So you're gonna round your hands لفوق، تعمل اكسهيل هون وتعمل بلسز 10 مرات. 1 2 3 4، شد المعدة لجوا هون. بس خلصت 10، انهيل ايدين لفوق، ستريتش لفوق، واكسهيل لجوا 10 مرات. انهيل بتنفس هون واكسهيل لجوا. خلينا نركز هون. 4 و4 5 5 6 و6 7 7 8 8 9 و9. والأشرة خليلة تحت هون وكفي 10 pulses. 3 4 5 6 7 8 9. والأشرة خلصت هون. هلا نحن عندك كمان الظهر عم تعمل سايد موفمنت، يعني نحن عملت لقدام لورا اليمين وشمال. هلا بدك كفي اليمين هون. كيف عم تعمل هيك؟ وحده ايد هون على الورك، سايد ستريتش هون، فولد يور هاند ورا الهيد، اند وي غانا بولس 1 2 3. ننزل لتحت، شد المعده لجوا هون،
يلا بعد 4 3 2 1 and change. تاني ميل ايد يمين فوق الراس ننزل لتحت شد الماضي منيح 5 4 3 2 1 اوكي من هون نحن بدنا ننزل الرقبه تعمل بوش بوش ونرجع هون 10 مرات ليتس جو 1 2 3 2 3 4 كفي هون بعد 2 وكل مره عم تاخذ نفس هون ننزل لتحت بريس اوكي هلا all these exercises كل حركات نحن عم نركز هيدا كثير منيح لحيلا امر ما بيأثر يعني هيدا basic exercises ل warm up لدحر فاتين العضلات هون هلا نركز بعد 2 واخر وحده excellent هلا نحن بدنا نشتغل شوي البار اذا ما عندك بار بالبيت مالك نحن عندك خيط الوول so you're gonna put one hand فوق هون open your legs فاتين الرجلين تعمل side stretch هون مع pulses 10 2 3 4 5 6 اظن في تكون long arms هون push 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 بس خلصت 10 you're gonna add your left hand تعمل circles لورا 10 مرات stretch بتنفس هون يلا بعد 4 3 2 الوحدة ايد شمال عم ننزل لتحت عم push 2 3 4 5 6 7 8 9 والعشرة خلصت الستريتش ل upper back وال lower back وال mid back section هل نركز هون على الثاني ميل هون ايد شمال فوق البار والخيط زيتي سيستم نحن عم نعمل سايد ستريتش هون قد ما في تعمل بوش لقدام 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 بعد 4 3 2 1 ستوب arm circles لورا 10 مرات هون نحن بعد عم نركز على عيوني بالجسم هون يلا بعد 4 3 2 1 reach your right hand تحت بالارض هون تعمل stretch 3 4 5 6 7 8 9 والعشرة مرتاح شوي العضلات هلا هل هي كفي شوي الستريتشنج لظهر اذا ما في هيد بالبيت ونحن بدنا نشتغل حركات طبيعيه وات كان وي دو اول شيء كتاف لورا expand your chest open your chest قد ما فيه وبتنفس هون inhale exhale نص دقيقه بركي لدقيقه هيدا كثير منيح اول شيء نحن عم نشتغل النفس ثاني نحن عم نشد كل العضلات من ورا and fixing our posture for a straight back هون هلا بس خلصت هيدا warm up والحركات نحن بدنا نشد العضلات كمان كيف عم نشد العضلات ايدين بتكون هون press your arms back بركي 100 اور 50 مرات هون pressing لورا 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 so كفى هيدا الحركات by yourselves and هني ركز على اخر stretch يوم للظهر we're gonna interlace our hands ورا الظهر هون انا بدي ببرم على اليمين خليها هون وشوي شوي عم نرجع خليني نركز على 10 مرات 2 ونرجع 3 4 5 7 8 9 والعشرة خليها هون على البلسز 10 مرات 3 4 5 6 7 8 9 والعشرة don't stop هل يكفى على الثاني ميل انهيل بتنفس بتبرم على الشمال نرجع هون 10 مرات 2 ونرجع 3 4 5 6 7 8 9 والعشرة في pulses لورا 10 pulses 2 3 4 5 6 يلا كفي هون بس خلصت اكيد نحن بدنا خلاص كل حركات مع 3 arm circles to calm your body feeling good feeling positive energy هون اوكي سو نحن شو عملت هلا نحن عملت stretches لكل العالم يعني وين ما كان في نعمل بالبيت في نعمل بالمكتب في نعمل بالجيم وبالنادي so very important بس عم تعمل هيدا حركات كل مرة نحن بتكون more flexible than ظهر هون لازم كمان تشرب كتير ماي و don't forget مهم بكل الحركات لازم
بتنفس مزبوط، انهيل واكسهيل وركز العضلات. نحن عم نشتغل يعني ضروري، اذا مش عم ركز على العضلات وعم تحكي على التليفون وعم تعمل ستريتشنج هيدا غلط. لازم ركز على العضلات، تعمل with precision your movements with your breathing, feeling good, feeling positive, keeping a great mindset and keep going all the time in sports. Watch me next time on Telelibon. See you.